كيف تقيم أداء الإعلام المصري والعربي في الفترة الراهنة؟ السؤال حاجتين، أداء الإعلام المصري في أغلبه مؤسف أو مخجل أو أداء يغم، لأنه بمنتهى البساطة في تخلي واضح على الأقل زي ما كنت بقول لكم 90% عن أي وأبسط القواعد المهنية. المسألة إنه هو لازم يكون في صحافة موجودة على تلفزيون. أنا الناس اللي ما بتحبش كلمة إعلامي على سبيل المثال، بحب كلمة صحفي تلفزيوني، صحفي إذاعي وهكذا، فما بنشتغلش الصحافة كما يجب، دي حاجة. الحاجة الثانية حالة مناسلة مستمرة. الحاجة الثالثة في ناس كتير بتتكلم عن جهل شديد، يعني لك أن تتخيل إنه في مذيع بيطلع على تلفزيون يقعد على الهواء وهو جاهل في كل شيء، يعني كلنا جاهل فيما لا يعلم، ده غالبا جاهل في كل شيء ويتحدث في كل شيء.